نعم، عذرا نعود من جديد. وين وصلنا؟ وصلنا إلى نعم الربط الثالث اللي هو ستار دلتا كونكشن. وصلنا إلى نهاية العلاقة ما بين وغطية اللاين بالسكندري على وغطية اللاين بالثانوي تعطى بهذه العلاقة. مميزات ستار دلتا كونكشن هو أنه البرايمري سايد هو ستار، والمعروف على الستار يستخدم مع الفولتيات العالية. ليش؟ لأن يحتاج أقل عدد من الترنات ويصبح أكثر اقتصادية، بالتالي يصبح أكثر اقتصادية للفولتيات العالية. بالتالي يستخدم في الفولتيات العالية لديستيب داون باور ترانسفورمر. يعني إذا نحتاج نسوي ستيب داون للترانسفورمر، فالبرايمر وين راح يصير؟ راح يصير على الجزء الهاي فولتج، والدلتا راح يصير على الجزء السكندري. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول لي نيوترال افيلابل، موجود نيوترال، بالتالي نقدر نعرضه ولتجنب شنو التشوه. و اللارج امبالانس لود عند السكندري نقدر شنو كان بي هاندلد ساتسفاكتوري، بشكل مقنع نقدر نعالج مشكلة عدم توازن الأحمال لأن عندنا دلتا على السكندري. العيوب disadvantage إن في هذا النوع من الربط السكندري فولتج هي ليست بنفس الطور مع البرايمري، هنالك شنو قلنا 30 درجة فرق بيناتهم، وبالتالي it is not possible to operate this connection in parallel with the star star delta delta. أخذنا parallel operation of single phase transformers، قلنا لازم تكون الفولتيات بنفس الطور بالبرايمري وبالسكندري. فإذا أنا عندي أصلا محولات برايمري مالتها ستار والسكندري ستار أو دلتا دلتا، فبالتالي ذنيج المحولات هن بنفس الطور البرايمري والسكندري، فما يصير تحط هاي المحولة اللي هي أكو فرق ما بين فرق الطور ما بين الوقتية البرايمري والوقتية السكندري. هذا هو العيب الوحيد، وليش عن هذا الربط يعني استعمالاته محدودة. والنوع الأخير اللي هو دلتا ستار كونكشن، يعني البرايمري هو دلتا والسكندري هو ستار. وأيضا راح نلقى هاي المشكلة اللي هي فرق الطور، ما دام مختلفات هنالك يوجد فرق في الطور ما بين البرايمري والسكندري بمقدار 30 درجة. الاستعمال الرئيسي لهذا الربط هو عندما نريد نسوي ستيب اب للفولتية، عندما نريد نرفع الفولتية وين؟ at the beginning of high tension transmission system، بداية خطوط النقل. إذا ما رأيكم هاي المعلومة، إحنا نسوي هاي فولتج نرفع الفولتية حتى تقل الخسائر أثناء النقل. فقريب على محطات الإنتاج generation، قريب على الباور بلانتس محطات الإنتاج الطاقة، أخلي ستيب أب ترانسفورمر ترفع لي الفولتية حتى تجهزها للنقل لأماكن بعيدة. فمن منو المحولة اللي ترفع لي هاي القدرة؟ هي 3 phase transformer أكيد، وتكون من النوع step up. وبالتالي هذا الربط الدلتا ستار هو الأكثر شيوعا. راح نعرف ليش، لمميزات طبعا عديدة، ويعتبر من أهم الأنواع اللي ذكرناها سابقا. بالتالي أيضا نطبق قوانين الدلتا على الجزء البرايمري وقوانين الستار على الجزء السكندري. لذلك نرى فولتية اللاين نفس فولتية الفيز، وفولتية الفيز على فولتية فولتية الفيز بالسكندري على فولتية الفيز بالبرايمري تساوي لنا ترانسفورميشن ريشيو. و نعوض، إذا عوضنا بفولتية الفيز بما يعادلها،
فإن وطية اللاين، وطية اللاين طبعا تختلف، قلنا وطية اللاين بالسكندري شو تساوي؟ نجدد 30 وطية الفيز، وبالتالي راح نحصل على علاقة وطية اللاين بالسكندري يساوي تحت الجذر 3 من الكي بي في وطية الفيز بالبرايمري. نعم، لأن العلاقة ما بين وطية الفيز بالسكندري والبرايمري يساوي لنا الكي في وطية الفيز بالبرايمري. كي في وطية الفيز بالبرايمري و و ليفل 3 تنزل. يعني نعوض بدل الفيز وطية الفيز 2 نعوضها كي في وطية الفيز 1 و ليفل 3 تنزل. واحنا هنا وطية الفيز بالسكندري يساوي لنا كي في وطية الفيز بالبرايمري، وبطية اللاين بالسكندري يساوي تحت الجذر 3 في الكي في فولتيات اللاين في البرايمري. فلني القوانين العلاقات ما بين الفولتية والتيار والترانسفورميشن ريشيو لدلتا ستار كونكشن. الادفانتج ذكرنا بعضها نشوفهم. عند البرايمري سايد وبسبب انه الربط دلتا فانه الكروس سكشن اللي نحتاجه اقل، مساحة المقطع نحتاجها أقل لأنه تيار الفيز هو نفسه تيار اللاين، أو العفو تيار الفيز يساوي لنا تيار اللاين على جذر 3، بالتالي أحتاج مساحة مقطع الأرض اللي تتناسب مع تيار الفيز اللي هي تيار اللاين على جذر 3 يعني أقل من تيار اللاين، بالتالي أحتاج أقل مساحة مقطع أرضي. النقطة الثانية اللي يقول عند السكندري نيوترال مود متوفر، وهذا اللي يجعلنا قادرين على أن نستخدمها ولا ما نرفع الفولتية حتى ننقلها بخطوط النقل. أقدر أستخدم شنو 4 أسلاك وبثلاثة أطوار. والنقطة الثالثة ليس هنالك شنو ديستورشن تشوه نتيجة بسبب الثيرد هارمونيك، وهذا يعود إلى وظيفة الدلتا اللي تدور التيارات الهارمونيك داخلها. والنقطة الرابعة هي الويندينجز المربوطة على الستار تجعل الربط تجعله اقتصاديا نتيجة لحفظ التكلفة. طبعا احنا قلنا بذاك النوع الستار شو وقت وين يكون مربوط؟ يربط على الجزء الهاي الهاي فولتج. احنا من راح نخلي الدلتا ستار هاي المحولة وين راح نخليها؟ راح نخليها قريبة على الجيريشن لغرض تسوي هاي ستيب اب. فمن تسوي ستيب اب على الجزء السكندري اللي هو ستار راح تكون هاي فولتج، وبالتالي فولتية الفيز يصير لنا فولتية اللاين على جذر 3، وبالتالي العوازل اللي نحتاجها على جزء الهاي فولتج راح تكون اقل لانه فولتيه الفيز اقل من فولتيه اللاين. والنقطه الخامسه والاخيره هي انه اذا اكو عدم توازن احمال كبير من قبل عدم توازن أحمال كبير ممكن أن نسيطر عليه بدون أي مشكلة وال disadvantage هي نتيجة الفيز شيفتنج بين primary والسكندري يجعل هذا الاستخدام محدود. يجعل هذا الاستخدام هذا النوع محدود. وهذا الجدول هو العلاقة ما بين كل الأنواع المستخدمة، ومختصرة لك مختصر لك إياه بإمكانك شنو تطلع عليه. وإذا فهمت وإذا أنت تعرف علاقة ما بين الفولتية بالفولتيات العلاقة ما بين الفولتيات في ستار والدلتا ما تحتاج حتى ذنيش القوانين ما تحتاج.
إن قوانين عامة ومعروفة. في هذا الجدول يلخص لك استعمالات المحولات كل من وربطه. فالستار ستار إما تستخدم للسمول هاي فولتج ترانسفورمرز لمحولات الضغط العالي الصغيرة و rarely used وتستخدم بشكل نادر، ودلتا دلتا تستخدم للارج لو فولتج ترانسفورمرز لمحولات الضغط الواطي الكبيرة و large load انبازد يمكن شنو القضاء عليهم. والستار دلتا الستار دلتا شوين تستخدم للباور سيستم كستيب اب ترانسفورمر. هاي الستار دلتا ترانسفورمر تستخدم لغرض ستيب اب مثل ما شفنا. والدلتا ستار النوع الأخير هو يستخدم للستيب داون. النوع الأخير يستخدم للستيب داون، وبالتالي النوع الأخير احنا اللي أخذنا شنو؟ دلتا ستار. دلتا ستار بالتالي دلتا ستار شو راح تكون؟ الطرف الدلتا راح يكون على جزء الهاي فولتج، والستار راح يكون على جزء شلون صاير هاي. دلتا ستار تستخدم للستيب اب، دلتا ستار تستخدم للستيب اب. اذا احنا هنا معلومة مغلوطة، دلتا ستار تستخدم للستيب اب، والستار دلتا تستخدم للستيب داون. للستيب داون، فاهم زين؟ انتبهت على هاي المعلومة حتى لا توقعون في هذا الخطأ. الستار دائما معلومة عامة، الستار دائما يضعونه على الجزء الهاي فولتج او الهاي تنشن سايد. هاي شوفوا هاي استعمالاته. يستخدم للستيب داون. نعم، هذا فيما يخص الثري فيس ترانسفورمر. موضوع يعني بسيط ويحتاجكم شنو بمسائل تتعودون على هاي القوانين، تمارسون لنا القوانين اللي اخذناهم. ما راح نطلع هاي مسائل، ومسائل بسيطة جدا وتعتبر كمقدمة لهذا الموضوع نظرا لضيق الوقت. وهذا كل ما لدي. اي واحد عنده سؤال عن هذا الموضوع او عن كل المواد السابقه ان شاء الله راح نسوي لنا مراجعه قبل الامتحان حسب التعليمات الوزاريه. ودمتم بصحه وسلامه وموفقين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.